متابعين لايف وصار وقت نحكي تغذية مع ناتالي. صباح الخير. صباح الخير. تمام الحمد لله. شيء منيح؟ اشتقنا لك أول شيء. وأنا كمان وأنا كمان اشتقت لكم واشتقت للمشاهدين. ممتاز وأكيد هن اشتاقوا لك. واليوم رح نحكي عن موضوع بهم كثير خاصة بهالموسم، فاكهة موسم الصيف أو بعد الآخرة آخر الموسم. رح نحكي عن خصائصها الغذائية، شايف عناب قدامي مزبوط. رح نحكي عن أكيد فواكه آخر موسم الصيف اللي هي العناب، الزعرور اللي يمكن مش كتير أشخاص بيعرفوا شو هو. رح نحكي كمان عن أهم فواكه بفصل الصيف اللي هي البندورة اللي نحنا منعدها كخضرة، ولكن هي بالنهاية نوع من فواكه. ورح أحكي كمان عن الفليفلة، الفليفلة الحلوة، الفليفلة الحرة، لأنه كمان هلأ موسم اللي دايما بنحكي انه لازم ناكل فواكه، لازم ناكل خضره، بس اذا ما بنعرف شو فوائدها وكيف فينا نستفيد منها بطريقه افضل يمكن نقطع حدها وما كثير فينا نهتم قبل ما فيها. نحكي عن فوائدها ليه البندوره فواكه؟ انا قلت لك غسلتهم بضيفك. ما قلت على العناب بس ليه البندوره فواكه؟ ليه البندوره فواكه؟ هلا البوتانيست او عالمي النبات بيعدوها فواكه، بس هي كقيمه غذائيه هي من عائله الخضره، يعني فيها سعرات حرارية أقل، فيها بتشبه عناصرها الغذائية اللي موجودة فيها بتشبه ميزات الخضار. مشان هيك نحن كاختصاصية تغذية بنحطها كخضرة، ولكن هي تما يزعلوا منا وخاصة مارك ما يزعل منا بنقول عنها كمان فواكه الموسم. دقنا العناب هلا يمكن بأول موسم وبعده حامض. الأشخاص اللي يمكن ما بيعرفوا العناب شو هو، بالفرنساوي جوجوب، منه فواكه يمكن كثير نحن معودين نستهلكه. نستهلكه شوي فج، وكمان مثل بكثير بلدان حول العالم وخاصة بالصين، بكل آسيا، بجنوب آسيا بيستهلكوه، بس كثير يستوي وحتى بيجففوه، بنعمل منه مربى، بنعمل منه ما بعرف إذا فينا نشوف على الصورة، بنعمل منه تارت، يعني حلويات. وببعض مناطق بإيطاليا بيعملوا منه ليكور، يعني لأنه فيه نسبة سكر وقت اللي كتير يستوي بيصير طعمته هو ومستوي بيشبه كتير التمر. ما بعرف إذا أنت أوكي مع هالرأي هيدا، لأنه كتير طعمته حلوة وفيها نكهة بتشبه شوية التمر بس يستوي 100%. وكمان بيخلطوه مع التمر الهندي بالهند وبالصين كرمال تيعملوا منه مثل سايد أكومبانيومون. هلا هالنوع من الفواكه شو فوائدها؟ نحن بناكلها بلبنان وبمنطقه الشرق الاوسط بناكلها كفواكه، يعني بناخذها يمكن مع قهوه او بعد الغداء، لانه دون ما نعرف العناب بيحتوي على نسبه كثير عاليه من الفيتامين سي. يعني نحن بفصل الصيف بنعبي فيتامين سي كرمال بفصل الشتويه نضل نرتكز بس على البردقان وعلى الحمضيات. العناب هو من اهم مصادر للفيتامين سي، يعني انا وقت اللي احكي عن حصه من العناب عم بحكي عن حصه فواكه اللي هي هي الكميه اللي انا جبت لكم اياها هون، ما بعرف اذا الكاميرا فيها تفرجيها، هي تقريبا حوالي 20 حبه عناب. عم نحكي عناب فريش، هل فوالا هيدي هي الكميه، تقريبا حوالي الكوب لثلاث ارباع الكوب، بتحتوي على نفس كميه السعرات الحراريه اللي موجوده بتفاحه. يعني اذا اكلنا تفاحه او اخذنا هالكميه من العناب الاخضر بنكون عم ناخذ نفس كميه السعرات الحراريه. وكمان العناب بيحتوي على نسبة كتير عالية من الفيتامين سي، يعني إذا أكلت أنا هالكمية هاي بكون أخذت تقريباً احتياجاتي اليومية بالفيتامين سي، يعني ماني بحاجة بقى ولا فتش على بندورة ولا على فليفلة ولا على بردقان كرميل تا أمن لجسمي مصدر للفيتامين سي. دونك هيدي بخصوص الفيتامين سي والعناب. نقطة كمان كتير مهمة بالعناب وخاصة بقشرة العناب هي نسبة المواد الفينوليك كومباوندز بنسميهم، هن مواد مضادة للتأكسد مفيدة جدا، والدراسات فرجت انه ببعض الأحيان، هلا ما كثير في دراسات على الناس، في دراسات على الخلايا، في دراسات على يمكن بعض الحيوانات، ولكن الدراسات اللي انعملت على العناب على الانسان منا كثيره، ولكن بعض الدراسات فرجت انه ممكن انه تساعد لتخفيف نسبه الاكسده بالخلايا. هلا اي خلايا حساسه اكثر بعد ما فينا نجاوب على هالنقطه هي، ولكن مهم انه نعرف انه العناب كمان فيه فينوليك كومباوندز
موجودة مثل اللي موجودة بالعنب، مثل اللي موجودة بالتفاح. دونك ليش ما مندخله بنظامنا الغذائي بآخر فصل الصيف؟ فينا نشوف كمان غير صور بعتقد. بدي بعد أقول شغلة قبل ما ننقل لغير صور وغير فواكه. اللي هي إنه العنب كمان خاصة وقت اللي يستوي كتير، وقت اللي يتجفف، ممكن إنه يسهل المعدة، يعني ملين للمعدة، ممكن إنه يستعمل كلاكساتيف. والورق العنب والعنب بحد ذاته إذا انغلى أو بالأحرى نقع بالمي وانشربت ميته، ممكن إنه يساعد الأشخاص اللي صوتهم مبحوح إنه يحسن لهم من هالمشاكل هاي، لأنه بيحتوي على فيبر، وهالنوع من الألياف اللي موجودة بالعنب ممكن إنه تساعد أكيد لتحسين الصوت. سو عرفنا شوي شو هني منافع. عرفنا وما كنا إنه مثلا ما كان عندي فكرة نهائيا إنه هالقد مفيد العنب، لأنه استهلاكه يمكن بالصدفة بالسنة مرة من مزبوط. وسهلة يعني صح. موجود بيطلع هيك كمان. نحن بلدنا كتير ملائم لزراعة العنب، يعني لازم نستفيد من هالشغلة هاي، ولازم كمان نعرف ناخد الفواكه موسمها، لأنه وقت اللي ناكل الفواكه موسمها منضل بالآخر نتجنب قدر المستطاع كل الأشياء المضافة اللي ممكن أنه تنوجد بالفواكه والخضرة اللي منها موسمها. يمكن لازم كمان ندخله بالطبخ، يعني مش بس 100%. لأنه ما منشوف أكلة صح. فيها العنب بينعمل بينطبخ بينزيد على المأكولات مثل الخوخ، مثل فينا نعطي مثلا اكزامبل عن أكلة ممكن أو سلاد ممكن ينزاد للعنب. هو لأنه طعمته مثل التمر فيه ينزيد على كل سلطة، يعني سلطة كينوا مع عنب مستوي، يمكن مش هلأ العنب اللي موجود، بتعطي نكهة حلوة، والكينوا عادة بيزيدوا له زبيب بيطلع طيب، دونك سلطة الكينوا مع العنب كتير طيبة. فينا ندخل كمان العنب مع اللحمة بالأطباق اللي فيها لحمة مطبوخة مع خضرة، بتعطي هيك sweet and sour taste، كمان ممكن أنه ندخلها بأطباقنا. سو ما نوقف بس على العنب الأخضر. هلأ أكيد العنب الأخضر اللي بيضل فيه فوائد غذائية أكتر، لأنه كل ما طبخنا وكل ما حولنا الفواكه كل ما فقدت يمكن بعض العناصر الغذائية اللي موجودة فيها. بنتقل هلأ لنوع تاني من الفواكه اللي هو الزعرور. الزعرور ما بعرف إذا مبين مزبوط واضح على الصورة، هو بيسموه بوميت أو تفاحة صغيرة، إذا بتطلع عليها عن قريب هي تفاحة صغيرة كتير. هلأ ببلش موسمها، وهي نوعين، في عنا الأبيض وعنا الأحمر. للي مش ساكنين بلبنان اسمه أزوليل سجرة تبعيته، ومعروف أكتر، يعني في لغط بين العنب والزعرور. عادة الناس مش معظم الأوقات بتغلبت بيناتهم، ولكن هني كليا مختلفين، حتى شكلهم مختلف نهائي، حتى شكلهم مختلف نهائي 100%. من فوائد الزعرور هو أنه بيحتوي على نسبة ألياف عالية، ونسبة السعرات الحرارية فيه أوطى من العنب، يعني هذا أفانتاج يمكن نقدر نعطيه للزعرور بالنسبة للعنب. أكيد اسمه من اسم منطقة، اسمه رح أقول لك شو اسمه هلأ. اسمه التكنيك اسمه كراتيوجوس أزارولوس. هيدا التكنيك أزارولوس في زد كمان. خلينا على الزعرور هلأ. ما بعرف إذا بمنطقة الزعرور في بيطلع كتير زعرور، يمكن كرمال هيك أقولوا لي في سمو المنطقة، يمكن كرمال هيك سموا المنطقة زعرور. لازم نفتش نشوف شو أصل اسم منطقة الزعرور. هلأ بنسأل هلأ جابي عم بيقول لي هيك لعنك من المنطقة من فوق، يعني ولا مزبوطة خبرية تنطلع عليك الزعرور، لكن على زمته انه الزعرور تسمت على اسم الزعرور. غير انه منطقة كتير حلوة أكيد فيها فواكه كمان كتير مفيدة. من فوائد الزعرور اللي هي الفيتامين A وكمان الفيتامين C، يعني نحن بنكون عم ناخد نوع إضافة من الفيتامينات، غير انه بيحتوي على نسبة عالية أو بالأحرى لا بأس بها من بعض المعادن، إن كان مغنيسيوم للأشخاص اللي بيهمهم أنه يحسنوا كمية المغنيسيوم بألكلون ويساعدهم تيروقوا، أكيد هيدي لكنا من فوائد الزعرور. كمان الزعرور مفيد جدا إذا غليناه وإذا عملناه مثل تيزان، حتى ورق الزعرور كمان مفيد. بنتقل هلأ للبندورة.
نحن كلنا نحن بأطباقنا اللبنانية في كتير بندورة، وهيدي من أهم أنواع الخضار اللي ممكن أنه تكون موجودة عنا بأطباقنا، ولكن لازم نعرف أنه في كتير أنواع من البندورة، وأنواع البندورة بتختلف كمان بخصائصها الغذائية. يعني وقت اللي أنا عم بحكي، إذا بتشوف هون على الصورة على الشمال الشاشة تحت، في نوع من البندورة اسمها دبل ريتش. ليه سموها دبل ريتش؟ لأنه تحتوي على مرتين أكثر فيتامين سي من حيلا نوع بندورة تانية. هي شوي بتشبه البندورة الجبلية اللي عنا، بس منا البندورة الجبلية، وفيها مرتين أكثر كمية الفيتامين سي اللي موجودة بالبندورة. يعني تقريبا راس بندورة فيه فيتامين سي قد بردقاني. عادة البندورة بتحتوي يمكن شوي أقل على هالمادة هاي. البندورة اللي فوق على شمال الشاشة فوق سودة، اسمها بيربل توميتو، وهالبيربل توميتو غير انه بتحتوي على الفيتامين سي مثل بقيه الانواع من الفواكه. هلا شفت منها بالسوق بس ما كتير في بعد، هلا بعتقد شوي شوي بنصير نتعود يمكن نشوف اكثر منها هالانواع من البندوره. فيها انتي اوكسيدان اضافي اللي بيعطيها هاللون الاسود، اللي كمان موجود بالملفوف الاحمر، اللي موجود بكل الخضره اللي لونها هيك بوربر، لونها داكن. وهالنوع من الانتي اوكسيدان دراسات فرجت انه مفيد جدا لمكافحه بعض تكاثر بعض خلايا الخلايا السرطانيه. دونك هيدي افونتاج، ليش ما بنجرب نلاقي هالبذره البيربل توميتو ونزرعها، وبركي نصير نتعود ناكلها، بنكون عم ناخذ فيتامين سي وكمان عم ناخذ هالنوع من الانتي اوكسيدان اللي موجود بهالنوع من الخضره. اذا انتبهت على يمين الشاشه نوع تاني من البندورة اللي ما بتحمر، هي لونها بضل هيك على خضر، هي كمان بتحتوي على نسبة ليكوبين أقل. ونحن حكينا عن الليكوبين، الليكوبين هو مواد مفيدة جدا، في موجودة كتير بالكاتشب لأنه هي بالنهاية كونسنتري من البندورة، والليكوبين هو نوع من كاروتين، يعني نوع من برو فيتامين اي اذا بدك، بيساعد لمكافحه تكاثر الخلايا السرطانيه، والدراسات فرجت يمكن اكثر على سرطان البروستات. ما بعرف اذا بعد عندنا وقت نعمل الفليفله، لانه بس شغله وحده عن الفليفله بحب انه سريعه خبر المشاهدين عنها. الفليفله خاصة الفليفلة الحمراء فيها نسبة فيتامين سي قد البردقانة، قد بردقانة وحدة، وكمان فيها نسبة سعرات حرارية 3 مرات أقل. سو خلينا ناكل فليفلة حمراء وننتبه على الحر، ببقى بحكي عنه بغير مراحل. نحن مذكر بالكومبيتيشن سريعا ولا ما مذكر فيها؟ لا مذكر فيها، رح نروح على وقفة وراجعين مع اتيكيت واتيكيت الألقاب مع نادين ظاهر.